السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا رحيم. مرحبا بكم ترحيب المطر. اليوم جايب لكم شركة من الشركات اللي موجودة في قطر، موجودة أيضا بجورجيا، شركة يورك تاورز. خلونا نروح ونشوف إيش تقدم وإيش الأشياء اللي راح نتعرف عليها عند شركة يورك تاورز. نقول بسم الله وندخل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. بنروح المكتب هناك وبنعطيكم كل شيء وكل التفاصيل من الألف إلى الياء. يا مرحبا بكم، حياكم الله من داخل يورك تاورز. قلت لكم قبل شوي راح ندخل وراح نتعرف على مشاريع يورك تاورز. نقول بسم الله ونبدأ مع أول مشاريع يورك تاورز وهو يورك تاون. يورك تاون يتكون من كذا فلة، كذا شقة، كذا فلة مقسمة، بمعنى مبنى يجيك فلتين. طيب نتكلم على أول وثاني وثالث ورابع صف، هذه تم بيع 99% من المشروع. عندك من الخامس، السادس، السابع، الثامن، هذه مقبلة قيد الإنشاء. هذه إن شاء الله أنت راح تكون جار السكان الموجودين هنا، أو راح تكون أحد المستثمرين في هذا المشروع إن شاء الله. بالنسبة لواجهة المشروع، هذا مول بالإضافة إلى محلات تجارية، ملاعب، أيضا بحيرة صناعية وفندق. يمكن يجيكم إن شاء الله مستقبلا لما تكونون أحد المستثمرين في هالمشروع الضيوف، فما يكون عندك مكان أو سبيس في الفيلا أو الشقة، فتأخذ لهم غرفة. إطلالة المشروع جميلة، راح أرويكم الحين المشروع على أرض الواقع. ضمانات موجودة مرخصة من وزارة العدل للوساطة العقارية. هذه الأربع لينات اللي تم إنجازها، أو 99% من المشروع هذا اللينات تم بيعها. إحنا الحين في الخامس، السادس، السابع، الثامن اللي واجهة المشروع، إن شاء الله تكونون أحد الشركاء فيها. هذه صور لفلل المشروع. الفلل هذه قائمة، هذا المرحلة الأولى من المشروع. يعني إحنا نتكلم على فلل موجودة قائمة على أرض الواقع، بإمكانك أبد تجي تأثث وتسكن. على فكرة بعد على استعداد يأخذون لك الموضوع كامل، حتى الأثاث، الخيار لك اللي تبغيه، كل شيء متوفر عندهم. منطقة طبق ملة اللي تبع 7 دقائق، أكثر من يسكنها السفراء وكبار رجال أعمال في دولة جورجيا. نجي أنا وياكم المشروع الثاني، مشروع بازاليتي أو مدينة بازاليتي أو مشروع بحيرة بازاليتي. ليش بحيرة بازاليتي؟ بحيرة بازاليتي المشهورة موجودة، فلنقل هنا في المساحة هذه تبعد تقريبا 6 دقائق مشي. أيضا مدينة دوشيتي تعتبر القسم الآخر من اللي هي فلنقل مدينة بازاليتي. دوشيتي تبعد 7 دقائق أيضا من المشروع هذا. المشروع هذا على 2 مليون متر مربع. قرب التصوير أستاذي. عندكم في رقم تسلسلي على كل قطعة أرض، بإمكانك تتأكد من الأرقام هذه في الويب سايت الخاص بالأراضي في جورجيا، تتأكد أن هذه أرض فعلية موجودة. إيش أضمن أن هذا المشروع فعلا مشروع استثماري أو ربحي؟ قبل 3 سنوات قيمة المتر في هذا المشروع كانت 12 دولار اليوم قيمة المتر 36 دولار. بمعنى في خلال 2 سنين ارتفع السعر مو دبل ضعف، يعني 3 مرات. خذنا معلومات عن هذا المخطط، رويناكم صورة، خلونا نرويكم تصوير جوي لمساحة المخطط هذا أو الأرض اللي راح تستثمرون فيها إن شاء الله. هذه يا جماعة اللي هي مشروع بازاليتي، هذا التصوير تصوير جوي مثل ما تشوفون، لكن هذه حدود المشروع اللي تكلمنا عنها قبل شوي. هنا هذه بحيرة بازاليتي، هذه اللي تشوفونها، فزاوية المشروع من هنا مثل ما تشوفون، هاي زاوية المشروع على البحيرة على طول. فهذا في 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 أقسام، يعني للحين بإمكانك أنك تكون أحد المستثمرين هنا. نجي لمشروعنا الثالث، مشروع أفاق ليسي. أفاق ليسي يتكون من 8 فلل. طبعا أنتوا تشوفون 4 فلل، لكن ما بين كل فلة وفلة في فاصل، بمعنى 8 فلل تم بيع كذا فلة فيها. نتكلم عنها كإطلالة، تطل على العاصمة تبليسي، وتطل أيضا على بحيرة ليسي، يعني جاية في النص ما بين إطلالتين كل واحدة أجمل من الثانية. راح أرويكم الحين صور الإطلالات في النهار وفي الليل. خلونا نروح نشوفها.
اللي تشوفونها الحين سطح الفيلا اللي تكلمت عنها قبل شوي اللي هي آفاق ليسي، هذه الإطلالة في النهار، لكن شوفوا الإطلالة في الليل. أيوه هاي الإطلالة في الليل، بمعنى إطلالة جدا 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 جميلة، ودك إنك بس تفرش هنا في السطح كذا فرشة وتقعد موضوعك خالص. إيش الضمانات اللي الواحد يقدر يأخذها لما يشتري من يورك تاورز أو يتملك في جورجيا؟ أول شيء لك حق التملك الحر من الألف إلى الياء، بإمكانك تشتري اليوم في بكرة، بإمكانك تشتريها وتخليها تورثها لعيال عيال عيال، ما عندك مشكلة. الشيء الأهم من ذلك أن تقدر تجيب معك محامي قبل لا توقع أي شيء، يشوف الأوراق، تعرف على الشركة، تعرف على السجلات. قلنا لكم كل التفاصيل من الألف إلى الياء تقدر تتأكد منها قبل لا توقع أي ورقة. بس نتكلم شوي عن مجموعة يورك تاورز، مجموعة عقارية من 2017 موجودين في السوق، لهم عدة فروع في دول الخليج، من ضمنها 3 فروع في السعودية، الرياض، جدة، الخبر، أيضا موجودين في قطر، في الكويت، في الإمارات، بالإضافة إلى فرعين في جورجيا. الشركة طورت أكثر من 20 مشروع من بدايتها إلى الآن. تواصلوا معهم، هذه أرقامهم، والواتساب أو التواصل تبعهم.